يحدث الآن على الأرض. مصر مرت بثورتين، حضرتك عاصرت أجيال قبل كده وعاصرت أزمنة كان فيها ربما استعمار من نوع آخر، ربما كان عندنا استعمار إنجليزي، دلوقتي في محاولات لعمل استعمار ليس عسكري وإنما فكري وثقافي وغزو. ده أفظع وأبشع. صحيح. المشهد الثقافي يا فندم النهاردة حضرتك بتشوفه إزاي؟ والله المشهد الثقافي فيه ثراء غير عادي، يعني وفيه مجموعة كبيرة من الشباب والأسماء الواعدة المفرحة، وأنا مش بقول ده مجاملة، وإنه ما هو الوطأة اللي بتبقى على الكاتب في وحلمه بوطن عايز يبقى وطنه كبير وعظيم، هو ده اللي بيخلق الكتابة، وهو ده اللي بيخلي يعني أنا أذكر في 67 و73 و25 يناير و30 يونيو، كل دي كانت أحلام. يعني أنا طلعت في 67 لما تنحى عبد الناصر، والله العظيم الاتحاد الاشتراكي ما طلعنا، احنا اللي طلعنا لوحدنا، محدش طلعنا. احنا انا واحد من انا محدش طلعني، ما قاليش حد اطلع. يعني عملت ايه وعبرت ازاي يا فندم؟ انا كنت بتفرج على التلفزيون وابويا قاعد كان بالتلفزيون، وكان معايا محمد المنسي قنديل الروائي المعروف والشاعر فريد ابو سعد. لما تنحى عبد الناصر بقينا مندهشين، طب نعمل ايه؟ طب احنا هنفضل قاعدين؟ لا مش هنفضل قاعدين، هنجري في الشوارع. انا بقول لك اللي حصل لنا بشكل شخصي جدا، ما كناش عارفين بره في الشارع ايه. خطاب التنحي ده دفعكم للنزول للشارع؟ طبعا، لانه هو هنا التمسك بايه؟ بكرامه هذا الوطن. شفتوا في عبد الناصر كرامه هذا الوطن؟ ايوه. يعني عارفه لما نزلنا، لما اخترقنا شارع العباسي وبقينا في شارع البحر، طبعا نزلتوا لقيتوا نفسكم مش لوحدكم، الاف. اقول لك على شيء غريب، هذا الولد الصغير اللي كان اسمه فريد ابو سعده كانوا بيشيلوه وهو بيهتف والناس كلها بتقول وراه، اللي احنا كنا من ساعه بنقول احنا هنعمل ايه. كان التمسك، ولما تمسكنا بعبد الناصر ماذا حدث؟ بعد الهزيمه مباشره، وسيبيني اقول الهزيمه ما حدش يزعل، عملنا معركه راس العش وضربنا ايلات وعملنا انتصارات رهيبه وانتصارات حقيقيه، وفي سنوات الاستنزاف هو عبد الناصر نفسه اللي عمل حرب الاستنزاف، هذه الحرب العظيمه التي انتصرنا في كل ثوانيها مش دقائق. فهنا يعني أن لو انا ماشي مع حضرتك وجيت اقع كده وقمت انت شايلاني من دراعي، يمكن اوصل المشوار واتقدم وانجز كل اللي ما كان ممكن، كان لا يمكن انجازه لو انت سبتيني وقعت. الوطن ده مش حاجه نقدر نتخلى عنها بسهوله. وبالتالي شفتوا انه مساندة عبد الناصر ورفضكم لقرار التنحي ده مساندة للوطن. طبعا، وهذا ما ادى ل 73 في الحقيقة. يعني الحقيقة ان بناء الجيش المصري الذي حقق كل الانتصارات في الاستنزاف وثم في 73 ثم احنا لما كلنا طلعنا او يعني مش عايز اقول كلنا، ما اعرفش مين اللي ما طلعش، كلنا ضد الاخوان والقضاء على حكم في 30/6، ما كانتش رغبة صبيانية. يعني ما تشوفي صور الكباري والشوارع إنما كانت تقودنا أحلام كبيرة جدا. لا، وقبل الأحلام بعتقد أنه كان خوف المصريين على ضياع وطنهم، طبعا ضياع الهوية المصرية. الشعب المصري شعب عمل سينما من زمان جدا، عمل مصانع من زمان جدا،
عامل مسرح من زمان جدا. عملنا جدا سكة حديد من عمل زمان جدا. كان عندنا سكة حديد من زمان جدا. كان عندنا حديقة حيوان، تاني حديقة حيوان في العالم. صحيح. وتاني سكة حديد، وتاني ايه؟ لا ده احنا نرجع بقى شوية ونتكلم بقى عن الأهرامات وعن الكرنك وعن المعابد وعن الملكات العظيمات. لا حكمنا مصر. أمال إيه اللي حصل لنا يا فندم؟ دلوقتي؟ يعني هنقوم تاني.